السلام عليكم، أنا اسمي يوسف الحاج حسين وعندي 24 سنة، بدرس في كلية التجارة جامعة حلوان في سنة تالتة السنة دي. أنا أتمنى إن شاء الله إن أنا أتقابل معاكم، لأن أنا من وأنا صغير وأنا مهتم بالمجال ده، وكان يعني ويعتبر أنا مقضي 80% من حياتي على جهاز الكمبيوتر، وده يعتبر هو المنفذ ليا في هذا العالم. يعني انا حتى اشتغلت لمدة 3 شهور في شركة وي، واخدت تريننج قبل الشغل، عرفت فيه كل اساسيات السي سي ان اي بشكل عملي غير كشكل نظري اللي بيتم دراسته ككورس او بيتم دراسته كماتيريال مثلا. انا كنت دارسه بشكل عملي لان انا كنت شغال كقسم دعم فني، فليا خبرة في المجال ده. وزيادة عليه ان انا حاليا من شهر تقريبا، شهر 4 اللي فات، بدأت في كورس سايبر سيكيورتي، وحاليا خلاص انا فاضل لي يعني مش باقي لي وقت كتير ان انا اخلصه، ممكن على اخر الشهر ده ان شاء الله اكون خلصت الكورس، وهيكون معايا يعني ماتيريال كويسة ان انا اقدر افيد المكان بيه، وحابب ان انا اكمل في المجال ده يعني، واستفيد من خبرتي فيه وكشغل عملي غير كان الجزء النظري اللي انا بدأت اتمرن عليه في الكورس بتاعي. وحاليا شغال على ان انا امارس اكتر موضوع البين تيستنج، وما عنديش مشكلة برضو حتى لو ما ان انا اكون كسوك ليفل 1، هيكون حاجة كويسة ما عنديش اي مشكلة فيها. بس يعني فأنا أتمنى إن أنا أتقبل معاكم وأكمل في المجال ده.